السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صابلي مالح. غادي ندير لكم به جوج ديال الاشكال، زوين بزاف كيجي زوين هكا العشوره. هنا في المكونات غادي نحتاج 125 غرام الزبده اللي استعملت انا، هذه زبده حيوانيه، ثلاثه القطع ديال الجبن مثلث، خديت انا هذا الاحمر. الا ما عندكمش هذا الاحمر غادي ديروا العادي، وديروا واحد الحفينه هكا ديال الفخوماج يكون مبشور وملي بغيتو، وما انا كنفضل هذا كيجي زوين. صافي غادي نخدم في نفس الوقت نملي المكونات. هنا غنخدم هاد الزبده مع الجبن. هاد العجين راه زوين، تقدروا ديروا به اللي بغيتو وتنسمو باش ما بغيتو، عاوتاني على حسب نتوما شنو عندكم متوفر. هنا غنضيف، بالنسبه لي انا استعملت زبده حيوانيه، غادي ندير تقريبا واحد ربع كاس ديال العنبات الزيت. الا درتو الزبده ديال التوريق او هذا، ديرو تقريبا كاس الا ربع او نص كاس. غندير حبه ديال البيض، ما تكونش كبيره. الا عندكم حبه كبيره غادي تطربوها، تخليو النصف باش تدهنوهم والنصف الاخر ديروه في العجين. بالنسبه لهذا التنسيم هذا كما شفتوا، عندي هنا واحد معلقه صغيره ديال لاموطارد، ومعلقه نص معلقه صغيره ديال الثوم بودره، نص معلقه صغيره ديال هذا كما شفتوا هنا راه الزعتر مطحون، ما بغيتوش الزعتر ديروا الفلفل الاسود، وهذه نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلو، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. من كلشي اللي غادي نكسبوا ليكم، ما بالزعتر كيجيو زوينين، ما بغيتوش الزعتر ديروا الفلفل الاسود فاللي بغيتو، ولكن هاد التنسيمه هذه غادي تعجبكم بزاف. وراه كديروا غير شويه شويه، يعني ما كتكثروش، وحتى الملحه ما تكثروهاش بزاف باش ما يجيكمش مالح. انا درت نص معلقه صغيره في هاد القياس هذا. صافي دابا غنبدا نضيف الدقيق. هاد الصابلي راه ما فيهش الماء، كيجي هشيش وزوين بزاف، غادي يعجبكم. صافي كتجمعوا بالطريقه ديال الصابلي، ما كتعجنوش غير بصبعانكم باش ما كديفورماش ليكم في الطياب. صافي هنا قسمت العجين على جوج، غادي نوضعها دابا في المجمد، غير الوقت اللي غادي نجمع هذا الشيء ونوجد باش غادي نزينهم، وغادي نجبد يعني جزء بجزء ونبدا نطلق. صافي هنا بعد ما طلقتها ما بين جوج ديال البلاستيكات، من الافضل باش ما تضيفوش الدقيق، الدقيق ما كيلاش حيت غتبقاو تجمعوا كتولي تشرب لكم الدقيق، وكتجيكم يعني كيجيكم الحبات مخالفين. خذوا اي قطعه عندكم، انا غندير هادو طويولين شويه جايين اوفال. صافي غتهزوها بالسكين او غير هكا كتهزو من تحت البلاستيكه باش تهز لكم دغيا، وكتوضعوها يعني في اللاطه ديالكم فرشه بورق طيح، واخا ما دهنوها ما تفرشوها ما غاديش تلصق لينا فيها الزبده.
بالنسبه لهاد لي شوت كما شفتوا ما غاديش ندلكهم، غنجمعهم غير هكا وكنرجع نطلقهم. هنا خديت واحد البيضه درت لها قطرات من الخل صافي، او ديروا لها شويه ديال صوص الصوجا الا عندكم توفر، انا ما عنديش دابا، درت غير شويه ديال الخل مع بيضه كامله وكتطربوها مزيان. هاد البيضات هي غير صغيره صافي، وغادي ندهنهم. كدهنوا غير واحد الكميه وتلصقوا داكشي اللي غتلصقوا وترجعوا دهنوا شي لاخر. بالنسبه ليا عندي هنا شويه ديال لوز كونكاسي وشويه ديال الجلجل الابيض والجلجلان البلدي العادي. بغيتو ديروا هكا دوك الزرار اللي كيتباعو مخلطين فيهم الزريعه وفيهم زريعه الكتان ودوك المسائل، المهم اللي عندكم غادي ديروه. بالنسبه للفران غادي كنسخنوا على 180 درجه من التحت وكندخلوا لاطا ديالنا الطيب من التحت هو الاول، عاد ديك الساعه تشعلوا الفوق باش تحمروها. انا طلقت الجزء الثاني اللي خليت هذاك بقى عندي في الثلاجه، غادي ناخذ هذه القطعه هذه مثلثه بالنسبه لهاد المثلثين هادو غادي نرشهم بشويه ديال الفرماج اللي غادي نحكو، وغادي نرشها بواحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفلفل حار او فلفل احمر. هنا غناخد داك البيض اللي طربت قبيله وغادي ندهنهم وكنلصق عليهم شويه ديال الجو. هنا الجبن كما شفتوني حكيته في الحكاكه الرقيقه. كما ذكرت لكم قبل غادي نرش واحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفلفل الاحمر او ديروا الفلفل الحار اللي بغيتو، او شويه مثلا ديال السانوج الا كتاكلوه. فالمهم هادشي هذا اللي باش كتزينوا اللي عندكم توفر غادي ديروه، يعني ما غاديش تقيدوا بشي مكونات. بالنسبه للفران دائما على 180 درجه من التحت هو الاول حتى كيطيبوا لكم من التحت عاد تشعلوا الفوق باش ما يتحرقش لكم هذا الفرماج هذا، وفي نفس الوقت حتى الاولين حتى هو باش ما كيتحرق لكمش داكشي باش كتزينوا، كيطيبوا من التحت عاد تحمروا. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد المملحات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا. هادو الاولين اللي صوبنا هانتوما كيجيو بحال مورقين، وهادو المثلثين اللي فيهم الفرماج يحضوا معاهم باش ما يتحرقش لكم. صافي راه دغيا كيطيبو ما كيشدوش يعني واحد الوقت. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، غادي نقسم معكم تشوفوا كل وحده كيفاش كتكون. كما شفتوا البنات نقسم معكم تشوفوا كيفاش كيجيو هشاش بزاف وكيذوبوا في الفم. بالنسبه لهاد المثلثين هانتوما حتى هما هشاش بزاف في نفس الوقت كتحسوا بواحد القرمشه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. عواشركم بروكان، نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.